هاي صباح لاباس عليكم، كي دايرين؟ صحيحه لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات ديال رمضان. جيسبر كو مدوزين رمضان مزيان، غلبكم ولا غلبتوه. السؤال الشهير. انا صافا الحمد لله. اول حاجه شكرا بزاف على لي كومونتير اللي كتخليو ليا في لي فيديو ديال اللي دازو، و ما تنساوش الا كنتو اول مره كتفرجوا في لا فيديو ديالي ولا في لاشين ديالي، ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم وتضغطوا على زر الاشتراك والجرس حتى هو تفعلوه باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديال لي فيديو. وهذا ما كان دونك الفلوغ ديال اليوم غادي يكون شويه مختلف، ما غاديش نصوره في الدار. قتوني لبست حويجاتي، لبست جليليبه. المهم هذا رمضان، هذا انا جليليبات كنلبسو غير في رمضان صافي، اول فوا كنخرج رمضان ما كنعاودش نلبس جلابه. قلت لكم غادي نمشي لبست حوايجي، غادي نمشي عند ماما، غادي نمشيو نطيبو الحريره، غندير لكم لا غوسيت ديال الحريره د ماما، عشي فريمون بنينه. انا ما كنشربش اصلا الحريره زعما في شي بلاصه واحده اخرى من غير الا كانت الحريره د ماما. انا اصلا ما عنديش بزاف مع الحريره، ولكن فاش كنشربها كيخصها تكون ديال ماما. دونك غادي نمشيو باش نشوفو كيفاش كتصايبها، باش ني حتى انا نتعلم وتبقى عندي لا فيديو باش ملي نبغي نطيبها بوحدي نعرف نطيبها، حيت انا عمري ما طيبت الحريره. ياي دابا ماما تقولي وي 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 كتقولي ابو جاك احمر. اي شنو عاوتاني؟ وبغينا نصايبو رغيفات، فوالا نصايبو رغيفات، رغيفات حتى هما، وتهيت رغيفات معمرين اللي كيكونوا معمرين هكا بصيله فليفله والقامه وداكشي، ماشي الشحمه، انا ما كتعجبنيش الشحمه. ايوا صافي هذا ما كان. دونك فوالا غادي نمشيو تي تسوي عند ماما، ترانزيسيون غتلقاوني في الدار عند ماما. 1 2 3. هي انا وصلت عند ماما. المهم انا جمعت شعري، توجدت جيت توجدت، قلت لها صافي نبدا نصور، قالت لي انت جايه تصوري. المهم درت لكم الفيديو مع ماما، حيت من شحال نتوما كتقولوا لينا توحشنا ماما بقيت تصوري لينا معاها، دونك جينا نصورو دابا. المهم دابا غير كتقطع ماما دوك اللعيبات هذا باش نوجدو، و اون فوا نبداو غادي نصور لكم لي ديتاي. ماما جي هضري مع البنات، هضري مع البنات قولي لهم مبروك رمضان وداكشي وداكشي. فكره قلب على السمنه، بغيت انا نقلب على السمنه ما عرفتش شنو درت. اش هاد البصلات حرقاتني في عيني، هضري جات مخبز قدامي ودارت ليا. هو انت براسك ما مبستك ما حتى حاجه، جيتي عندي بحال زعما صافي غادي نتسلم. سلام واحد دابا مع كورونا ولفنا ما كنتسالموش، انا غير كنبغي نقول السلام صافي قلت لكم لو الناس كيتباوسوا حتى حاجه. سورتو الدراري مع وليداتها. ايوا هضري مع البنات راه توحشوك. السلام عليكم البنات، شخباركم؟ لاباس عليكم، عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه، باش كنتمنوا ان شاء الله يا ربي وطول العمر، واللي بغات شي حويجه في خاطرها يا ربي تعطيها لها، واللي عندها شي مريض الله يشافيه، واللي بغات ولد الله يحلها الحزامه فهاد الشهر ان شاء الله تخرج هكا ان شاء الله نقيه فهاد الشهر يا ربي يا ربي كما كنقولوا. شي كنهضر معكم ديك الهضره ديال موات دايره بحال حديد دان. كنا نهضري مع البنات بقات تدعي لينا بحال كاسين باب الجامع زعما. والله لا علاش راه الدعاوي مزيانين بنتي، هما يدعوا معنا وحنا ندعوا معاهم، هادشي اللي كاين الله يسهل عليهم امرهم ان شاء الله. امين ويفرحهم ويدوزوا رمضان ورمضان ورمضان ان شاء الله بخير وعلى خير يا ربي، ويخلي لهم ماماتهم وباباتهم ووليداتهم ورجالاتهم وكلشي وكلشي. المهم حنا كنديروا التحضيرات ديال الحريره. بنتي بغات حريرتي، هي راه كتعرف دير الحريره ولكن ما كنعرفش، كتبتي يلا قلت لهم في لا فيديو عمري ما طيبت الحريره 30 عام. لا هي ماشي ما عمرك ما كتعرفيش. لا غنعرف طيبها غير عمري ما طيبت ما كتعرفش، حلي غير فيديو في اليوتيوب راه تبعيها واخا تكوني ما عرفتش شنو، ولكن خاصك انتي تصايبي. دابا هي بغات الحريره د ماماها بحال تقول زعما الحريره د ماما ما عرف شنو فيها بنينه. سبحان الله العظيم كل واحد كيبغي الماكله د ماما. هو بنيتي اللي حرمنا الله يرحمكم منا ولا يرحمنا منكم يا رب، الله يخليكم لينا ويخليكم. يلا دابا غنقلب الكاميرا باش نشوفوا المقادير ديال هاد الحريره العجيبه. بلا تنقطعوا حاجه غير المعادي، بلا تنقطعوا القزبر ومن بعد النوز.
الوغ دابا غادي نشوفو شنو كنديرو في الحريرة. يلا ايوا الحريرة نديرو التقطعات ديال اللحم وغادي نديرو الحمص، تندير انا نص مفرك ونص بلا حيت كاين اللي كيبغي هكا واللي كيبغي هكا، واحد البصلة محكوكة ولا ولا مقطعة رقيقة بزاف، والكرافس قزبور معدنوس ما تنكثرهمش، تندير الكرافس بزاف حيت نخلي القزبور حتى الاخر للتدويره، تندير معلقه هكايا ديال السكينجبير تكون عامره، ودرت معلقه ديال الخرقوم البلدي ودرت معلقه ديال السمن ما عامراش، انا كندير السمن في الاول كاين اللي كي ولي بزار ها هو، وتندير واحد الضويمه ديال هذه ديال الزعفران، هذه ديال الزعفران ها هي وحيده، واحد الضويمه ديال الدقري لا الدجاج، الدجاج كنستعملش انا كاع الدقري. اوكي الزيت البلدية درتها؟ لا ما درتيهاش صافي، وكندير انا الزيت البلدية بحال دابا واحد واحد ربيع كاس ولا هادي، حيت اللحيمات فيهم الشحيمات وداك الشحيمات واللحيمات وهادشي غيتقلى دابا، دابا خاصو يتقلى، انا كنقلي الحريرة ديالي والو بكا عاد باش كنزيد عليها مطيشة مطحونة دونك تنقليوها ونشوفو دابا من بعد ما تقلى هذا الشيء ياك شنو زدنا مطيشه وغادي نزيد الماء، هذه مطيشه كانت في الفريغو كنطحنوها قبل وداك الشيء كنديرها انا وكنصاوبها في الميكات نطحنها ونصفيها وكنديرها في الميكات وكنديرها دابا زدنا الماء نسد عليها عارف. والعدس قلتي شنو مالو ماشي دابا تنحل حتى يطيب الحيمات ويطيب الحمص وغادي نزيد المطيشه كونسونطري والعدس العدس عندي في الفريغو مرطبه ودايره في الفريغو ومي كيكون في الفريكو راه كيطيب على غليه اوكي صافي اي سينو هذه العماره ديال الرغيفات دونك كنشدو بصيله كنشلضوها هي وفليفله فليفله كديروا اللي بغيتو وكتقليوهم هكايا في زويته كديروا معاهم الملحه البزار هنايا انا درت انا حتى كنور ديال الدجاج كيعطي البنه وكديروا شويه ديال التحميره وشويه ديال الخرقوم فوالا وكتخليهم يتقلاو مزيان هادي هنايا العماره ديال الرغيفات الدنيا تشهد علينا الرغيفات تشيت والله الا سمعوك تحب نسيت توحشني لا لا اكرشي الحمد لله رمضان درنا زدت على ديك القامه اللي وليت كون قبيله زدت شويه ديال الكمون ودابا شويه ديال القزبر ومعدنوس على ريحه طالعه بنينه يومي الو انسويت زدنا معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك انا ما كنديرهاش الحقيقه دنيا غير شفت شي وحدين داروها وجات زوينه ولقيتي لا باينه المنظر ديالها وجات معلق داكشي كتجي حيت انا دابا حتى التحميره ما بقاتليش ما درتهاش غنديروا بلاصتها شويه ديال سير ضبط شويه ديال التحميره ايوا رويز المعلقه لا ماشي رويز المهم على ما حال صافي بركه انا ندير غير شويه اللي كنتي انا ما بغيتوش ابو هنايا مشيت قلت كنقرق بالناب و ميم طون خديت القزبر والمعدنوس كنقيهم هادو تجاودي زعما غديهم معايا لداري انا قلت نقيهم هنايا تنمشي للدار عاد نغسلو داكشي باش نقطعو عاد نديرو في الفريغو عرفتي فغيمون هنايا ضحكتني هاد اللقطة حيت تبلونطيت ما عرفت ما ندير بقيت كنفكر بحال صافي مخي حبس ما عرفت ما ندير ما عرفت باش نبدا ميمكنش دونك دابا من بعد ما طاب الحمص داكشي كنا سادين على الكوكوت غادي نزيدو العدس العديسة فوالا دابا زدنا مطيشة ديال الحك كونسونطري صافي وغادي نزيد شوية ديال ديالاش ديال الماء سخون غادي نزيدو شوية ديال الماء سخون دونك دابا اونسويت اون فوا هادشي كيجي بالغلية كنزيدو الشعرية وكندورو جوبونس دابا دوريتها بالطحين ياك دابا دابا حيت الشعريه رقيقه دغيا غطيب انا مامو كنقطع فيها سباغيتي كتجي غزاله طريفات صغيره وين سباغيتي
انا من الشكل اللي كنبغي الشعريه تبان في الحريره. الواحد واش كيبغي يدورها، كاين اللي كيدورها بلا الروز، كاين اللي ما كيديرش فيها كاع حتى حاجه دوني. ا بون كنت انا كيعجبني يكون فيها زعما الشعريه كتجي زوين. دابا الطحين ياك ما دايره فيه حتى شي حاجه، ما دايره فيه حتى شي حاجه. لا انا كندير الخميره البلديه صافي. من بعد ما كنطحوا على الحريره كنزيدوا داك القزبور في الاخر، يكون قطع رقيق باش كيعرقيق باش يخرج ريحه زوينه. وبهذا تكون الحريره وجدات فيك. صافي سالينا وسالينا سهله الصراحه. انت راه كطيبي اكثر من الحريره تبارك الله. خافش عليك على بنتي حاد. دابا هذا الشيء المغربي شكون اللي شكرك؟ كنزامش عليه بزاف. شكون شكرك؟ يا العروسه خلاها والد كيقول لي انت كطيبي الماكله ديال نهار السبت. هانتي هانتي تبارك الله الحريره صافي ناضيه يامي. هذه دابا العجينه ديال الرغيفات، لقيت ماما ديجا عجناتها. شنو درتي فيها؟ درت نص ديال الطحين سبيسيال فينو ونص فورس، ودرت معلقه صغيره ديال السكر سنيده اللي ما بغاش يدير معلقه ديال العسل، ودرت القياس الملحه، ودرت واحد نص معلقه ديال الخميره الحلوه. خميره الحلوه اه تنديرها فيها باش كيجي هشيش وزوين، وتندير معلقه ديال الزيت وصافي، وكنعجن بالماء عادي. انا كنعجنها كنحطها في ميكا كنسد عليها. الخميره العاديه لا 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 ايوا، وتنسد عليها في ميكا حيت كنت مزروبه سديت عليها في ميكا. باش تخمر دغيا؟ ماشي تخمر، باش طلق تشد راسها. ماي سميتو ديال الرغيف الا بغيتي يجيوك زوينين عجنيهم في الصباح وغتستعمليهم في العشيه صافي وخليهم. عرفتي العجينه كتقيا غزاله، شوف حتى هذه دابا شتي كي دايره صافي. سينو الا كنتي غديرها في الصباح عجنيهم في الليل وخليهم. انا هكا كندير الرغيف تيجيو مرقين غزالين. ودابا كنديروا ديبول. حنا راه كنديروا رغيفات كبابرين. الا كنتي باغيهم صغيورين غنديروا كويرات صغيورين. مانكس اوكي. مي غو انا جيت للدار صافي. المهم الصباح وانا جالسه كنرتاح تفرجنا. المهم دابا صافي قرب يودن. جبت معايا الحريره اي صافي. دابا غادي نوجد تخريبيقات الاخرين. المهم في الكومونتير دار واحد لا فيديو واحد البنت قالت لي بقيت جوري تخريبيقات. لاصقه فيا لاصقه فيا كنقول هادي سنين وسنين كنتي كتبعيني وشحال هادي تعرفي بان هادي كلمه فيا مشحال هادي. المهم ما عليناش.
دونك كيف ما قلت لكم عندي دي تروك. المهم جبت معايا الرغيفات معمرين والعاديين. دونك جو بونس نصايب هكا اون بيتي سالاد. المهم بغيت شي حاجه فيها الخضره ونصايب صافي. ندير بيضات مسلوقين ونصايب اتاي صافي. هادشي اللي كاين باسكو المهم انا قرر زعما ماشي انا قررنا في هذا رمضان هذا ما نبقاش نكثر بزاف ندير بزاف ديال داكشي ديال المالح وهادي وهادي باش من او ميم طون نقصوا شويه ديال الوزن او ميم طون ما يبقاش الضياع حيت داكشي كيبقى غير شفايط. والله الا عرفتي واحد لي بيتزا اللي كنت صايبت في لا فيديو اللي كنت شفتو قبل والله الا مازالين عندي جوج في الثلاجه. صافي دونك غادي وغنصايب ان جو اوسي. دونك غادي نمشي نصايب دابا عويصير. المهم انتوما معايا تشوفوا هادشي اللي غادي نوجد. فطرنا الله الحمد لله ارتاحينا صلينا اذا بنت لبست عليا غادي نمشيو نخرجوا نضربوا دويره ولا نديروا شي قهيوه برا ولا شي حاجه. شحال هذه ما خرجنا من مورا الفطور حتى كنا مشدودين علينا عامين رمضان جوج اللي دازو كان ممنوع الخروج مورا الفطور. عشيو عقداتنا هاد القضيه النيت والله الا زعما ما خرجنا ما حتى حاجه. اليوم قلنا غنحيدو العكز وغادي نمشيو نديرو خريجه. ايوا فوالا هذا مكان. جيسبيغ تكون عجبتكم هاد لا فيديو هادي خفيفه ظريفه. الا جربتو الحريره قولوها لي عتي فريمون جات بنينه بنينه بنينه. الرغيفات حتى هما غير سالا معتي كنت مشهيه ومعتي درت كويز ديال اتاي ورغيفات وبيضات يا سلام. عتي داكشي بحال ديال رمضان زعما ديال رمضان الحقيقي. خليني من داك المملحات وداكشي وهادي. اليوم ما درنا حتى شي مملحه راكم شفتوا في الطبله داك جوج بيتزات من ول البارح ما قاصهم حد عاوتاني اليوم. ايوا هذا مكان. دونك نلقاو فيديو ما جا ان شاء الله. وصافي هذا مكان. بيسو.